الدخول إلى الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. ويلامز دعد يخلي أتلامزي بيخكمش أتلامزي شرط ثاني تنقصله الحياة لي زمان. من شروط الصلاة الإسلام، فلا تصح صلاة الكافر، صلاة المشرك، من يطوف حول القبور، من يدعو الأولياء والصالحين. أت دحرة بيخكم لامز دعد وذل حخل يشتغل إسلام دعهم بوف حبوس البخيلش حبوس البوتشنا لامز قبل يشتغل. نعم، والعقل فلا تصح الصلاة من مجنون. شولغة حيق الخلد يشوني هنا حير ويلغة يكوهتن ديك وچغة تن قلامة خوبال ديشتات. وتصح صلاة الصغير إذا كان يميز وفرق بين الأشياء. تعقى جيم چون لامز جيم بيري لامز قوش دوهم قوبال ديشتون تنغة ويليلوش إولا همه قاستن بيش إولا. ولابد أن ننوي بهذه الصلاة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. تحت إلام صدع وتولي حون لا أدي يشتقى الله الله ريز والله هندع خلر. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية دي الشغناعة تنية تمتك دوك دو عمبوغ يبقي تاني مهت تاني النية تعالى بدعة دو عمبوغ. ولابد من ستر العورة وأخذ كامل الزينة في الصلاة. إشتا عورة تعقول نخليه شوحة لا مزدود اللي تسول صونغة ديكيول بدر تي وغع. ولابد من الطهارة، نتطهر من النجاسة، نطهر البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. اشتقوا هما تنوع بيغلو هما غينا يوقشا إذا حي ديغدو حي ميجين شو تلتعها حي دوخردو يو أعلامز دي شو ميتك يو إقوهم تن خلي شوها. لابد من رفع الحدث الأكبر بالاغتسال والأصغر بالوضوء. تنت إحا حدث يلا لي شو يشتغل هما بيخ كذلو تنت إحا يلا إتشين تير وقتوا يوها جيميول بيوغلو يلا ها إتشين تي حقيل خليلي إذا دعي وقتوا جيم لامز يترتاني. ولابد من دخول الوقت فلا يصح أن نصلي قبل الوقت. تحقا تنت إحا بيخ كذلو شخويو خانتي قيش خليه شو لامز خانتي إتا قيش لامز ديش لامز قوبل ديش داتن. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. إشتا شي لامزة شي خينا عتديش قيتش أنا قيتش خينا درا إذا مكش داتون حرام دون. لابد من استقبال القبلة، من استقبال الكعبة، من استقبال مكة. يوغا قبلة حلاتي يزونا بوغ مكة كعبة